وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. تذكر تذكر يا محمد أن الله تبارك وتأيدك بنصره فيما مضى في بدر، كيف أظهرك الله عليهم، كيف نجاك الله تبارك من شرورهم لما هاجرت، كيف أظهر الله دينه سبحانه وتعالى. تذكر هو الذي أيدك بنصره، لن يتركك، سيؤيدك أيضا، سيكون معك، سيحميك، سيكفيك، ينصرك سبحانه وتعالى. يقول هو الذي أيدك بنصره، قال وبالمؤمنين، أيدك بالمؤمنين، دافعوا معك، قاتلوا معك، نصروا دين الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى وينصرون الله ورسوله، نصروا دين الله تبارك وتعالى، كما قال عيسى بن مريم للحواري من أنصار إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله. فالله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالمؤمنين، ويؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين نصر الله بهم سبحانه وتعالى هذا الدين. قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي يؤيدك بالمؤمنين.